في مبنى كبير لإحدى المصالح الحكومية أقام العاملون فيه مسجدا صغيرا واستمر على ذلك عدة سنوات، ثم ألغي هذا المسجد وأقيم مكانه دورة مياه، فما حكم الشرع في هذا التصرف؟ يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه ما دام المسجد قد بني وأقيمت الصلاة فيه خرج عن ملك من بناه، ولا يجوز هدمه إلا لمصلحة، ولا بد من بناء غيره في مكانه أو في مكان آخر. والله أعلم.